يا أخي العزيز تعبنا يا أخي، هلكنا. نعم. ما كان في دوافع سياسية ودوافع سياسية، دوافع حزبية، دوافع ما أعرف شنو. الشيء الآخر أيضا اللي نعم. ألمنا سمعنا على بعض من الفضائيات أنه وزارة الداخلية ترد على أنه، وهذا كان رد علي شخصيا، ترد على أنه أنا رفضت هذا التقرير لكون عندي دوافع سياسية. أي دوافع سياسية؟ أي دوافع سياسية يكون عندي أنا وأنا منطقتي محروقة؟ ما كافي نتلاعب بمشاعر الناس، ما كافي دوافع سياسية ودوافع سياسية، دوافع حزبية، دوافع ما أعرف شنو، ما كافي الأحزاب هاي صار لها 20 سنة حرقت البلد وجاي هسعتها كمان تريد تضيع حقوق الشهداء وحقوق العوائل. يعني ما كافي هاي 20 سنة كي يحرق لا. هذا البلد، ولما نجي نحن نطالب بحقوقنا أو نعترض يتهمونا بدوافع سياسية أو بدوافع أي أمور أخرى. يعني إلى متى راح يأخذون الجدية بالتعامل مع مصائب الشعب؟ يا أخي العزيز تعبنا، يا أخي هلكنا. نعم. تعال شوف محبة الناس وشوف الإرادة القوية الموجودة عند هذا الشعب. اتركوا مجال لهذا الشعب يعيش، اتركوا مجال لهذا الشعب حتى مثل ما نقولها نحن يستمتع بثروات هذا البلد الموجودة.